معانا الآن عبر زوم زميلنا العزيز المميز دوما حسن غنيمة، يقول لنا آخر الأخبار في الكاميرون وبعثة منتخبنا اللي وصلت يا وندي لمواجهة المنتخب السوداني. يا حسن صباح الخير عليك، مشرف ومنور. من العاصمة الكاميرونية يا وندي صباح الخير عليك زميلي العزيز كابتن كريم رمزي، صباح الخير على كل مشاهدينك الكرام. يمكن احنا يعني من حوالي 3 ساعات او 4 ساعات هنا بتوقيت الكاميرون وصلنا بفضل الله للعاصمة الكاميرونية ياوندي بعد رحلة طيران في جو استغرقت حوالي ساعتين، وبعدها بعد ما نزلنا المطار ركبنا اتوبيس، يعني قعدنا حوالي ساعة ونص لحد فندق الإقامة لأن مطار ياوندي يعني بعيد عن العاصمة بحوالي ساعة ونص. لكن كريم خليني أقول لك بقى النهاردة يعني الأجواء والكواليس النهاردة داخل معسكر منتخبنا الوطني، الحقيقة اللي هناك حالة من التفاؤل داخل معسكر منتخبنا الوطني بعد اقتناص اول 3 نقاط مهمه جدا بالامس امام غينيا بيساو، عملت نوع من الارتياح داخل المعسكر وتنفسنا الصعداء. لكن من شويه كيروش يعني من حوالي كده ساعتين ثلاثه كان كيروش قاعد مع اللاعبين وكان بيتكلم على مفاجآت البطولة الحقيقة، ويعني قبل لسه ما خلصش كلامه لقى انه في مفاجأة كبيرة بفوز المنتخب الغيني على المنتخب الجزائري، ودي المجموعة اللي احنا هنلعب مع احد فرقها في دور ال 16. المجموعة كريم حصل لها شقلباظ، ما بقيناش عارفين مين الاول، والصغار يعني بقوا شايفينهم سيراليون وغينيا بقوا بيتصدروا المجموعة وفي طريقهم للصدارة. الحقيقة واضح انه بطولة الامم الافريقية رفع شعار هنا في الكاميرون وهي سيطرة المنتخبات الصغيرة والغير متوقعة، وبالتالي منتخبنا الوطني حتى طيب الآن حسن يعني حسن من فضلك عايز اسالك على حاجة. اتفضل يا كريم. حسن من فضلك عايز اسالك حاجه، ردود الافعال بقى في المنتخب الوطني وهم بيتفرجوا على المباراه، ردود افعال اللاعبين والجهاز الفني بعد خساره الجزائر اليوم؟ بالتاكيد يعني ما حدش كان مصدق، يعني مفاجاه لو جبنا ساحر عمره ما يتوقع هذه النتيجه. المنتخب الجزائري حقيقه حامل اللقب وبطل البطوله الاخيره لكاس العرب، يعني الحقيقه كان واحد من اقوى المرشحين للفوز بالبطوله، يعني نعم لسه عنده امال، ولكن لاعبي منتخبنا الوطني وهم بيشاهدوا المباراه الحقيقه ما كانوش مصدقين وما كانوش متوقعين، وبالتاكيد احنا زعلنا على المنتخب الجزائري الشقيق على النتيجه، كنا نتمنى فوزه بالتاكيد كواحد من المنتخبات العربيه، ولكن واضح كده انه الفرقه اللي هنلعبها في دور ال 16 ممكن تكون غير متوقعه، ممكن نلاقي نفسنا باللاعب سيراليون وباللاعب غينيا بعد فوزها النهارده. الجزائر النهارده حتى احاديث اللاعبين لاعبي منتخب مصر داخل المعسكر يعني بيتكلموا ان النتيجه دي بالنسبه لهم كانت مفاجاه، وهم قعدوا بقى يتكهنوا ويتوقعوا مع بعض هيلعبوا مع مين في دور ال 16. لكن خليني اقول لك بقى يعني انه حتى كيروش بيتكلم مع اللعيبه قال لهم انتوا شفتوا ما يعني ننسى مباراه نيجيريا الاولى بالتاكيد، عشان يعني خلاص كل النتائج خارج التوقعات واي فرقه ممكن تكسب اي فرقه. لكن عايز خليني اقول لك يا كريم انه يعني بالتاكيد كان في النهارده كواليس كتيره جدا منذ صباح الباكر، بالتاكيد اتحركنا النهارده الساعه 2 الظهر من جروه الى ياوندي في رحله استغرقت ساعتين زي ما قلت لك. ولكن قبل ما نطلع على الطياره الدكتور محمد ابو العلا والاستاذ شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامه باتحاد الكره اللي موجود مع البعثه، لان هو الوحيد تقريبا اللي بيتكلم فرنساوي فبيسهل حاجات كتير وبيقوم بدور كبيره جدا في المعسكر. طلعوا للطياره قبل ما تطلع من مطار جروه الى ياوندي لان الطياره دي كان على متنها المنتخب الغاني، المنتخب الغاني عنده حالات كورونا كتير، عشان كده كيروش قال للدكتور محمد ابو العلا انه يطلع قبل اللعيبه للطياره ويعقم الطياره كويس جدا ويتاكد انه التعقيم على ميورام والتعقيم 100%، بالتالي اللعيبه طلعوا للطياره. لكن بقى بمجرد وصولنا لمطار ياوندي العاصمه الحقيقه حصل موقف غريب جدا، كان المفترض ان احنا نلاقي عمال مهمات موجودين في مطار ياوندي، لكن ما كانش موجودين ان هم يشيلوا شنط اللعيبه او اللاجج اللي موجوده في الطياره للعربيه الكبيره اللي بتنقلها للفندق، ما لقيناش اي عمال مهمات، وفضل اللاعبين والجهاز الفني منتظرين داخل الاتوبيس فيما يقرب من ساعه الا ربع عشان يحلوا الموضوع. الحقيقه في لفته طريفه جدا جدا، لفته يعني جيده جدا ولفته وطنيه من الجهاز الفني المصري الموجود مع كيروش كابتن محمد شوقي وكابتن ضياء السيد
والحضري وكابتن وائل جمعه نزلوا بنفسهم من الاتوبيس وشالوا شنط اللعيبه وشنط المهمات والكور وكل الاغراض بتاعه البعثه من الطياره للاتوبيس عشان اللعيبه ما تتاخرش وما يصابوش بالارهاق اكتر واكتر. عشان كده ده اللي خلى كيروش النهارده انه يلغي التمرين طول اليوم وقال ان النهارده ما فيش تمرين عشان اللعيبه ما تصابش بالارهاق، وبالتالي بكره هيكون اول تمرين لمنتخبنا الوطني في العاصمه الكاميرونيه ياوندي في ملعب التدريب اللي بيبعد عن فندق الاقامه حوالي 10 دقائق بالتاكيد يا كريم. يعني بكمنه المشاكل اللي موجوده في التنظيم يا حسن، الامور بالنسبه للامور البدنيه والعضليه للاعبين، عايز اسالك تحديدا على احمد فتوح، حالته دلوقتي عامله ازاي؟ هيلحق المباراه اللي جايه ولا مش هيلحق؟ باقي اللاعبين كمان في احسن حال واحسن صحه ولا الوضع ايه؟ بالتاكيد حاله المصابين سواء الونش او سواء احمد فتوح على ما يرام، ولكن صعب جدا ان الاثنين يلحقوا بمباراه السودان المقبله. احمد فتوح مازال يعني بيتلقى العلاج، ولكنه يعني كيروش قد يفضل ان هو يريحه في ماتش السودان عشان يستكمل تماما عمليه استشفائه من الاصابه. وكذلك ايضا وينش حقيقه النهارده اجرى اشعه منذ قليل بعد وصولنا مباشره الى العاصمه الكاميرونيه ياوندي، وطلعت نتيجه الاشعه منذ قليل انه عنده شد في العضله الاماميه، وده خلاص كده الوينش مؤكد بنسبه 1000000% هيغيب عن المباراه المقبله امام السودان. كان الجهاز الفني والجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو العلا فضلوا ان الونش يعمل الاشعه دي بمجرد وصلنا لياوندي عشان الامكانيات الطبيه في جروه بسيطه ومتواضعه للغايه، وكان لينا معاها تجربه سيئه للغايه الحقيقه بعد اصابه النجم المصري اكرم توفيق. اكرم توفيق يوم الاصابه دخل جهاز الاشعه وجئنا ان الجهاز ما اشتغلش، عشان كده قلنا نستنى نروح العاصمه عشان نعمل اشعه على الونش، وبفضل الله الاصابه بسيطه، هو بس المباراه اللي جايه مش هيكون موجود. عشان كده محمود علاء دخل في الصوره انه ممكن يشارك اساسيا بدايه من مباراه السودان المقبله، ولكن تاكد غياب احمد فتوح ايضا عن مباراه السودان المقبله ويبدا يشارك باذن الله بدايه من دور ال 16 يا كريم. زميل عزيز حسن غنيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الكواليس الرائعه كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا حسن غنيمه من الكاميرون، كواليس ما قبل مواجهه منتخب مصر والمنتخب السوداني.